والله الناس بتيجي على الباب وان شاء الله يكون الجواب بيجي. فنان كثير وموهوب الله يرحمه. نحن انا سعيد صراحه جدا بهذه الشراكه، وسعيد انه اول عمل عم نطلعه من خلال هذا الشكل هو البوم يلي اشتغلت عليه كل الموهوب الجديد من كلام اللحن الجديد وعن الغنى، وان شاء الله عم تقرب معنا بالضوء على الموضوع لانه شاغل اذا بدك مرة الكوميرشال، بس الكوميرشال الهاي كواليتي، يعني ماني عم جاري السوق، عم جرب انه نحسن نفسي بشو كاليتي الاغاني اللي عم تطلع. انا من 1970 اللي بدي اشتغل، واكيد كثير يعني اول شيء بالنسبه لاطلاع الشركه ان شاء الله بكون انا متوقعه نجاح كبير لانه شركه جريت انه فاشن على الشغل والله يوفقهم يا رب. بالنسبه للالبوم كمان يعني بشوف عنده كثير كاريزما وعنده فن بالغيره، بالنهايه اللي عنده فن ما وين يوصل فبتمنى له الخير. حبينا نكون لفت من المسيا تلعون الأشخاص اللي يجب تشاهده من بعد أو تجربته لخليه ألبوم الرائع هو من الثالث اللي هو أول ألبوم جربت. ألبوم الثاني اللي هو ألبوم مين مهرات ميني ألبوم في خمس أغاني، ثلاث أغاني صار واثنين لبنان اللي هن ألحانة، وهلأ الأغاني في كمان نجمة ثالثة نحن عم نبحث ونجمة ثالثة كمان لتنفق بيوم الشركة. اليوم مبروك ل أول شيء بدي أقول له مبروك لخليل لأنه بيستاهل، وصديق عزيز للعائلة يعني ولزوجي خاصة. وسمعت الأغنية، أنا أغنية الكليب ما سمعت كل الألبوم بعد، هلأ رح أخده معي وأسمعه. الأغنية هيك إذا فينا نقول منزل شوي للشعب أكتر ليدقر الناس أكتر. الأغنية كتير حلوة كتير عاطفية والكليب كتير حلو. وبالنسبة لشركتهم بتمنى لهم التوفيق، بتعرف بهذا الوقت وبهذا الزمن إن صرت بتستغرب لما حدا بيعمل شيء منيح وشيء حلو وشيء فيه فرح وفيه فايدة مثل الفن، لأنه نحن مليانين طاقة سلبية لدرجة إنه صار الحياة التشاؤمية معنا عايشة. فبتمنى لهم كل خير بهالخطوة بظل هالظروف البشعة اللي عم بتحوط حوالينا، بس أنا أكيدة إنه نحن بحاجة كمان لشوية فرح شوية دولة مش خلقنا، لأنه عرفت إنه رح نقشط بعد شوي. فبتمنى لهم كل التوفيق.